ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. ومرة أخرى فاطمة خليل. شكرا سحر، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 26، الصغرى 17، اسكندرية 26 17، مطروح 27 15، بورسعيد 26 19، إسماعيلية 27 16، وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للسويس 26 16، العريش 26 18، طابة 25 19، شرم الشيخ 29 22، غردقة 29 20، وجوها ايضا مائل للحراره. الاقصر 29 16، اسوان 29 17، الوادي الجديد 28 14، شلاتين 29 21، حلايب 28 21، وجوها معتدل. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.